أهلا من جديد. أعلنت جبهة ثور سوريا سيطرتها على تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. وكانت ألوية الفرقان قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية لمعركة وبشر الصابرين في القنيطرة، والتي تهدف لتحرير عدة مواقع للنظام هناك وفتح الطريق باتجاه الغوطة الغربية المحاصرة. مراسلنا محمد فهمد وفانا بالتقرير التالي من أرض المعركة، نتابع. نعلن عن تحرير التل الأحمر من رجس عصابات الأسد الطاغية. خلال الساعات الأولى من إطلاق الثوار المرحلة الثانية من معركة بشير الصابرين في المنطقة الجنوبية، تمكنت الفصائل من السيطرة على التل الأحمر للموقع الاستراتيجي الهام، وأصبحوا على مشارف اللواء 90. الحمد لله رب العالمين، تم تحرير التل الأحمر بعد معارك شرسة مع قوات النظام، ونعاهد الله والوطن بأننا سنبقى مرابطين حتى التحرير آخر شهر من هذا السوريين. سيطرة الثوار على التل الأحمر مكنتهم تفوقا كبيرا على قوات النظام، إضافة إلى تطويق قوات النظام المتمركزة في مركز محافظة القنيطرة وخان أرنبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم تحرير تل الأحمر بفضل من الله ومنته، بفضل سواعد المجاهدين، وبإذن الله تعالى لنا نقاط تالية سنقوم بتحريرها لفك الحصار عن أهلنا في بيت جن وعن أهلنا في خان الشيحو بإذن الله، إلى أن نصل إلى أبواب الشام. والحمد لله رب العالمين، كان من ضمن الغنائم 3 دبابات ومدفعين 57 ومدفع 23 وزخائر الحمد لله وفضل من الله، كان معدها النظام هذا تل أحمر مقابل إسرائيل، بعيد عن إسرائيل تقريبا 3 كيلومتر عن الشريط الحدودي، ولكن الطلاقيات موجهة إلى والبنادق موجهة إلى صدورنا وإلى صدور إخواننا، ولم يذخر جهد النظام إلا وقد بذله من استقطاب الروس والشيشان والإيرانيين. التقدم السريع الذي أحرزه الثوار في التل الأحمر كبد قوات النظام خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بينهم ضابط برتبة عقيد وعدد من الميليشيات الشيعية العراقية وعناصر من ميليشيا حزب الله كانوا أيضا من بين القتلى. دقوا باب الحرب فكانت الويلات بانتظارهم، انتصار جديد يحققه الثوار على أرض القنيطرة. لأورينت نيوز، محمد فهد، ريف القنيطرة الشمالي. قراءة في تطورات الوضع مع العميد عبد الهادي ساري محلل عسكري واستراتيجي ينضم إلينا من عمان، والنقيب أبو حمزة النعيمي قائد العمليات في جبهة ثوار سوريا عبر الهاتف من القنيطرة. أرحب بك وأبدأ معكم نقيب أبو حمزة. طبعا من تطورات معركة وبشر الصابرين، معركة فتح ثوار في القنيطرة دخلت مرحلتها الثانية طبعا من خلال الإعلان على السيطرة على تل أحمر الاستراتيجي، ما آخر المستجدات حتى هذه الساعة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي، أطلقنا معركة وبشر الصابرين، الصابرين نقصد بهم أخوتنا المحاصرين في ريف دمشق الغربي وأخوتنا في بيت جن. والحمد لله هذه المرحلة أنجزت هذه المعركة أنجزت مرحلتها الأولى بنجاح، وبدأنا بالمرحلة الثانية، ومن الله علينا بفتح لتل الأحمر الاستراتيجي المطل على مدينة البعث وخان أرنبة. والحمد لله كان نصرا مؤزرا، استغرق معنا ساعة ونصف، والحمد لله فتح الله علينا بها. نعم عميد عبد الهادي ساري، طبعا أهمية هذه المعركة خاصة السيطرة على التل من ناحيتين، لنبدأ بالناحية الأولى وهي فتح الطريق إلى المدن والبلدات المحاصرة في الغوطة الغربية في ريف دمشق تحديدا، كيف تسهل السيطرة على تل أحمر من هذه المهمة الآن؟ مساء الخير لك أخت هاجر ولضيفك الكريم ولمشاهديك، لكن قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أفرق بين تل الأحمر والطول الحمر التي تم تحريرها منذ أكثر من عام. عندما تم تحرير تل الجابي وتل الجموع وتل الحارة، هذه التلال التي تم تحريرها منذ أكثر من عام، الآن نحن في صدد تنفيذ معركة وبشر الصابرين التي قام بها ثوارنا الأبطال من أبناء الجنوب السوري. هذا التل هو في الواقع يعني
في العلم العسكري هو على الخط الأحمر، أي بين بعد خط فصل القوات بين النظام السوري أو بين سوريا وإسرائيل، أي ومع الجولان المحتل، ويقع تماما على الخط الأحمر. وهذا التل يعني هو يقع في ضمن نطاق عمل اللواء 90. اللواء 90 بالمناسبة هو يعمل بطريقة القتال ضمن السرايا وضمن الفصائل على خطوط واتجاهات ومحاور يمكن القتال من خلالها. هذا التل يبعد عن طرنجة باتجاه الجنوب حوالي 2-3 كيلومتر بالقرب من مزارع الأمل، يشرف على أستراد السلام، بالإضافة إلى أنه قريب من خان أرنبة ومدينة البعث. تقع أهمية هذا التل بأنه مشرف ونقطة حاكمة بالنسبة لهذه النقاط التي أعددتها، وأصبحت نيران هذا التل من قبل الثوار قريبة جدا وعلى مسافة قريبة من خان أرنبة التي تعتبر خزانا بشريا من شبيحة ومن قوات النظام، بالإضافة إلى مدينة البعث التي تم تعزيزها عند عصر أو بعد غروب هذا اليوم، تم تعزيزها بعدد من قوات النظام كي يدرأوا خطر المقاتلين والمجاهدين الواقعين إلى الشمال من مدينة البعث. هذه الفكرة أو هذه المعركة يعني أنا أسميها هي باتجاه قبلة الثوار، باتجاه دمشق التي يمكن أن يعني القتال في مدينة دمشق أو تحرير مدينة دمشق هو في النهاية سيكون على يد هؤلاء، وتعتبر معركة دمشق هي المعركة الأم أو المعركة الأساسية أو المعركة الفاصلة بين بين الشر وبين الخير والشر. نعم، نقيب أبو حمزة عود إليك، إلى أي مدى فعلا بات اللواء 90 الآن مهدد بمعنى آخر قابل للسيطرة عليه، خاصة أن المعارك الأخيرة تضعف كثيرا من دفاعاته، ما وضعية اللواء 90؟ نقيب أبو حمزة هل تسمعني؟ أختي اللواء 90، مقر اللواء 90 يبعد عنا بقرابة 4-5 كيلو عن هذا التل. نعم، يعني بصورة أوضح نحن الآن خرقنا دفاعاته الأولى التي يتحصن خلفها مقرات هذا اللواء. طبعا هذه المعركة بدأت على مراحل كما ذكرت لك. نعم. المرحلة الأولى نجحت بسلام والحمد لله، والمرحلة الثانية حققنا فيها إنجازات المرجوة، والمرحلة الثالثة إن شاء الله في جعبتنا المزيد، وإن شاء الله قريبا تسمعون أخبار طيبة عن هذا اللواء وعن هذه المنطقة والقطع العسكرية التي يسيطر عليها النظام. عميد عبد الهادي، طبعا استمعت إلى ما تفضل به النقيب أبو أحمد، إلى أين يمكن أن تستمر المعركة بعد السيطرة على السرية الرابعة بالنسبة للواء 91 واليوم السيطرة على تل الأحمر؟ حقيقة يعني تكلمت منذ البداية أن اللواء 90 موزع ضمن سرايا، طبعا هو يحوي كتائب بالإضافة إلى سرايا وفصائل، ويعتمد في طريقة قتاله على السرايا والفصائل وعلى اتجاهات ومحاور تم رسمها منذ زمن. وهناك بين السرايا ما هو تسمى مناطق بمناطق القتل. في الحقيقة الآن سرية العباس وسرية الأكتاف واليو إن القريبات جدا من موقع تل الأحمر أو تل الأحمر هي عقبة أمام تقدم الثوار، وهي قريبة جدا بين بعضها البعض، ويوجد بين السريتين سرية العباس وسرية الأكتاف منطقة هي أخفض من تلك النقطتين، وتعتبر منطقة قتل لهاتين السريتين. أنا أفضل في هذه الحالة أن يتم محاصرة مدينة البعث، لأنها أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات، من الشمال والجنوب والغرب، وبقيت مفتوحة من اتجاه خان أرنبة. هذا الطريق أو هذه المدينة أو مدينة البعث هي أفضل من التقدم باتجاه الأمام، لأن أصبح الثوار متقدمين إلى الأمام وباتجاه الشمال الشرقي ومدينة البعث خلفهم. أنا أفضل في القتال باتجاه مدينة البعث كي لا يبقى خلفهم قوات للنظام يمكن أن تنفذ مهام قتالية ضدهم، وبالتالي يوقعون في خطر الموت أو خطر القتل في هذه المنطقة.
شكرا لك العميد عبد الهادي يساري، محلل عسكري واستراتيجي، كنت معي مباشرة من عمان. وشكرا للنقيب أبو حمزة النعيمي، قائد العمليات في جبهة ثوار سوريا، كان معي عبر الهاتف من القنيطرة. ختام هذه الحلقة من تفاصيل، دمتم في أمان الله.